بنكون كل الجمعة عم نروح على المدرسة ونرجع على البيت نبلش درسنا. بيجي نهار السبت الساعة 4 تنلتقي بكل أصحابنا نلعب ونتسلى معهم ويقضوا أكيد أوقات كتير حلوة مع سيو تي سي. أكيد رح نتسلى كتير كتير لأنه اليوم كل يوم لا مش مثل كل يوم غير كل يوم أي مصبوط كومبيتيشن رح تكون بين فريق سيو وفريق تي سي واصحابنا اكيد رح يشاركوا معنا لما يتصلوا فينا على الزيرو كات 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 كات. في عنا لعبه كثير مهضومه اكيد صوره بتحبوها انتم كثير بدكم تركزوا عليها كثير منيح لتجربوا هيك تلاقوا بعض الفوارق بين اول صوره والثانيه. لكن ناطرين اتصالاتكم وبدنا نقول انه اليوم كل شخص رح يتصل فينا كل شخص رح يطلع له دفتر بيلون عليه كل الصور الحلوين كثير من ديزني اللي هو بحبها وكمان ستيكرز بيقدر يعلقهم على خزانته على تخته في انا سيو انت صار عندك اوضتك كارت مليانه دفاتر بس خلصه من عند اشات انطوان تمام اوكي فكلكم رح تربحوا معنا اليوم لازم تتصلوا تساعدوا فريق سيو او فريق تي سي ونشوف باخر حلقه مين بيكون ربحان بس كل المتصلين بيكونوا اكيد هم ربحانين معنا مع سيو تي سي اليوم يعني كل اللي بدكم تتصلوا عرفتوا الجواب او ما عرفتوا بلا لازم يعرفوا بس اذا عرفوا بس قصدي ايه لو كانوا مع سيو سيو بالاخر هي خص تصريف أو تي سي أوكي كل المتصلين اللي بيعرفوا الجواب بيربحوا معنا بس كم... نحن المشاهدين تبعنا أذكياء وأكيد رح يعرفوا كلهم الجواب مشان هيك كله رح يربحوا معنا اليوم انا هيك بقول واليوم كمان رح يكون في عنا صديق رح نشوف صوره ونقول له هابي بيرثدي لانه اليوم بيحتفل بعيده سنه هذا اول عيد له. قبل ما نبلش حلقتنا باللعبه وبالصور وباتصالاتكم خلينا نشوف هيدا الكليب. اوكي الورقه والقلم رح نشوف اي فريق رح يجمع اكثر نقاط مين رح يكون ربحان اوكي اكيد تي سي سيو هلا هي رفعت ايدها بحس هي رح تربح اليوم انا كمان هيك بحس طيب يا ميا انا رح اتحداكي واربح
تنشوف تنشوف. بون فات كتير كبير اليوم بدنا نقولها لصديقنا جوزيف نجم. جوزيف اليوم بيصير عمره سنة وهو هلا عم يحتفل بعيد ميلاده مع بابي جورج وهلا معنا ومع مامي لولو ومع خالته كوكو. To you. Happy birthday يا جوزيف. هدول الصور الحلوين يلي عم نشوفهم هلا هن لجوزيف نجم لكن اللي اليوم بصير عمره سنه. جوزيف هو صبي كثير مهضوم بحب كثير يتصور ومثل ما عم نشوف انه بكل الصور بيكون مبسوط كثير وهيك عم يطلع على الكاميرا وبلشوا هيك يطلعوا له سنين حلوين. هلا عم يحضرنا عشان هيك عم يتضحك. مظبوط. واو عنده خمس سنين. واو صار عنده خمس سنين جوزيف ولكن من بابي جورج مامي لولو خالته كوكو ومن تاتيانا بنقول لك وسيوتي سي كمان بنقول لك بون فات يا جوزيف. بعد عمره سنه لما يكبر شوي يصير عمره اربع سنين نحن ناطرينك تجي لعنا تنتعرف عليك لانه انت مبين كثير 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 مهضوم. هيدي بوسره له. هيدا كير بدنا نقول هاي لرفيقنا. لحظة سيو عطيته كير. شوفوا يلا سيو فرجي. واو هيدا من سيو. يلا تسيب سيو جاهزين. بدنا نقول اليوم هاي لرفيقنا وليد عم بيحضرنا. اوكي بنقول له هاي كمان بنعطي بوسة كثير كبيرة لكل اللي عم يحضرونا. هيدي بوسة من 100 ومن 100. اوكي وهلا صار وقت ناخذ اتصالات اصحابنا لكن ركزوا كثير منيح على الصورة. رقم التليفون هو 04 كات 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 كات. رح نشوف نحن وياكم صورة. اوكي هن صورتين. اوكي في صورة هي الأساسية وفي صورة حدة بتشبهها كتير 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 بس الفرق بيناتهم هن خمس أشياء بتكون جربوا أنتوا تكتشفون. اوكي يلا سي ودي سي ركزوا كتير منيح طلعوا على الصور وجربوا تعرفوا ما في حدا يساعدنا. ما هلا أنتوا جربوا تتكلوا على حالكم إذا اتصلت فينا إسراء بتساعدكم بنشوف مين بتساعد. اوكي يلا مين بده يقول لها هاي؟ يلا هاي إسراء. هاي مرحبا. كيفك إسراء؟ منيحة. قد ايه عمرك؟ 11 سنة. اوكي إسراء بدك تساعدينا. ساعدينا بس قبل بدك تنقي فريق يا فريق سيو يا فريق ايه. اوكي مين بدك تنقي؟ سيو. يلا في معنا كثير اصدقاء ناطريننا بدنا ناخذ منك اعطينا شغله وحده فرق واحد. اوكي يلا شو؟ تفاحة. تفاحة مزبوط. في تفاحة أول شجرة وما في تفاحة على الثانية. إسراء بدنا نقول لك ميرسي كثير أكيد رح تربحي معنا خليكي للآخر لنقول لك شو ربحتي من وين بتستلميها؟ نعم ثانك يو. فيك تحذروني بعد شغلة؟ في معنا كثير أصحابنا بدهم يساعدونا خليكي معنا بعد شوي إذا ما عرفوا بترجعي بتتصلي فينا. أوكي؟ باي إسراء. ميرسي إسراء باي. هلا جايا سيو أنت احكيها. هاي هاي جويا. نعم كيفك؟ منيحة. يلا مع مين بدك تكوني؟ مع سيو أو مع تيسي؟ مع سيو. مع سيو. مع سيو. واو يلا ركزت منيح عرفتي لنا شي هيك فرق تاني؟ نحن قلنا تفاحة، أعطينا بعد شغلة تانية. الميزون من ورا. فيو دو والثاني فيو ان. اوكي صح كمان. يلا سيو انت صاروا دو. عن جد انا بدي حدا يساعدنا. شو ان شاء الله انطوان رح يساعده لتيسي. جرب تيسي. يلا انطوان مع تيسي. ميرسي انطوان. بونجور انطوان. بونجور. يلا يا انطوان متحمس كثير. سبع سنين. اوكي انطوان يلا بدك تلاقي لي ثلاث ديفيرونس نحن نربح يا انطوان.
نيتا بعميكي واحدة روج وواحدة نوار. واو شاطر أطوان، برافو يا أطوان، ميرسي أطوان. يا أطوان أنت هلا كثير ساعدت راتيسي، كمان رح تربح معنا، ميرسي. ركزوا شوفوا شو رح يصير، هلا صاروا دو أن، أوكي؟ إذا اللي اتصل فينا هلا رح يساعد تي سي بنعدل النتيجة، إذا لا بتكون سي هي اللي ربحت. أوكي أوكي. فرح نشوف، يلا ألو. ألو. هاي. هاي. مين معنا؟ ليا. ليا. يلا يا ليا، مين بدك تساعدي؟ تي سي. تي سي. يلا ميرسي ليا. يلا يا تي سي. يا ليا اذا عرفتي رح تساعدي لتي سي انه يصير حدا لسيو وشو بالاخر مين بيربح. اوكي يلا قولي لنا شو عشو عشو هيك اكثر شيء ركزتي وانتبهتي؟ شو في شيء بيفرق بين اول صوره والثانيه؟ بالاول صوره في منخار ل الو قلناها قلنا المنخار قلنا حبيبي قلنا المنخار واحد روج واحد نوار وقلنا عن البيت وقلنا على البوم صاروا ثلاثه بعد بدنا اثنين فيكي تعطينا وحده؟ بالبيت بالاخر ايه في في اثنين قلناها في شيء بالبيوت طلع هي بالبيت بس مش طابقين في شغله ثانيه كمان عنا شو هي؟ ركزي على اللون طلع على لون البيت في لون الارميل صح صح مزبوط ميرسي ليا ميرسي عن جد ربحتني بتعرفوا انه هلا اللي رح يتصل فينا رح تكون شوي صعبه عليه لانه بعد في اخر وحده بس يا صح يعني نحن قلنا رح يحسم النتيجه قلنا كاتر ديفيرونس بعد في وحدة بس رح تقلنا إياها آيا وهي اللي بتنقي الفريق بيكون هو اللي ربحان آيا مع مين بدك تكوني؟ آيا هاي تي سي يوبي ميرسي آيا يوبي آيا قد إيه عمرك؟ أنا عمري 12 سنة مع مين عم تحضرينا؟ مع أخواتي أوكي يلا يا آيا ركزي كثير منيح أعطينا آخر ديفيرونس شو؟ قلنا التفاحة، قلنا قلنا السقف، قلنا البيت، المنخار ولميكي، بعد عنا شغلة وحدة. كمان هو لون. يعني ركزي على الكرة. ايه مدام؟ نعم. أنا الأيسة، لون الدفاتر. ايه. عند هيدي ال صح. لون اخضر بالصوره الثانيه اوكي صح صح باول صوره لون ازرق صح 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 يا ايا مين بيكون ربح؟ برافو ايا انا ربحت ايا ميرسي ايا هيك انت بتكوني ساعدتي لتي سي انه هو يربح معنا اليوم بدنا نقول لك مبروك واكيد كلكم رح تربحوا خليكم معنا من بعد هذا الميوزك فيديو رح نقول شو ربحتوا واي متى بتستلموا هديتكم اوكي اوكي نا 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 نا. Madame lui fit faire une paire de lunettes bleues, une paire de boucles.
l'estomac. Madame lui fit faire une tasse de chocolat, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un bonnet pour sa fête, et des souliers lila la la, et des souliers lila. من بعد ما حزرك اصحابنا ساعدوا فريق سي او تي سي، شو رايكم نشوف النتيجه ونعرف شو هن السانك ديفيرونس اللي عرفون اصحابنا. لكن الفرق اول صوره والثانيه في بيتين والصوره الثانيه بيت واحد. لون السقف التفاحه، منخاره تبع ميكي، والكتب يلي حملتهم شو اسمها؟ ديدي. ديدي اوكي. او ديدا. كل اصحابنا اليوم اتصلوا فينا وساعدوا فريق سي او فريق تي سي، كلكم رح تكونوا ربحانين معنا دفتر تلوين من ديزني فيه صور حلوين كثير فيكم تلونون، وكمان ستيكرز بتعلقوهم باوضتكم. اكيد هدول الدفاتر من اشات انطوان. بدنا نقول لكم مبروك لكلكم. رح نكون هلا مع بريك ونرجع من بعدها كمان عنا لعبه، فاتصلوا فينا. كل مرة لما سي او تي سي بدهم يلعبوا بيقولوا لي يا ميا زهقنا انه اوكي السيارة بتمشي على الريموت كنترول وكل شيء، بس بدنا موسيقى، بدنا نغني، بدنا نرقص. الوان عن جد هيدي هي، شايفين لكم اياها للسيارة اللي انتم كثير رح تحبوها ورح تنبسطوا انتم. يس. هيدي سيارة سيو مش بس بتمشي، بس كمان كل ما هيك نكبس على شغله بقلبها بتكون عم تعطينا اغاني حلوين كثير، وكمان بنفس الوقت عم بتضوي وهيك تعطينا هيك اجواء كثير حلوه. لكل اصحابنا يلي عمرهم بين سنه ونص واكبر شوي، اللي ببلشوا يتعودوا على الالوان يحفظوا شو اللون، ويبلشوا كمان هيك يتعودوا يسمعوا موسيقى يحفظوا الاغاني. مشان هيك ما رح اهديكم اياها لانه انتم صرتوا كبار. صح. ما هالفكره. بس بدنا نهديها لحدا من اصحابنا هيك بيكون صبي صغير وهيك بنقول له. نهديها لجيسون. هي عن جد ايه؟ ايه تعال نهديها لجيسون. جيسون هلا كان عيد ميلاده، فبنروح لعنده بنعطيه هيدي الكادو بينبسط فيها كثير. عن جد. واصحابنا انتم اذا حابين تحصلوا على هيدي الهديه وكل الكادوات اللي بنتعرف عليهم عند سي او تي سي فيكن تلاقون عند توي سيتي بزحلة، وبتلاقون كمان عند اس تي بي تريدينج بالدورة. صح. طيب جاهزين نشوف بعد لعبة؟ لعبة ثانية؟ هيدي اللعبة ما بدنا تصعب يا ميا، ما تصعب يا هالمرة. لا 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 عن جد كثير هينة. كثير هينة؟ اوكي. يلا. وكمان المتصل رح يربح معنا. خلينا نتكل عليكم، وإذا إجانا اتصال بنشوف مين بيساعد كمان. يلا، بنشوف الصورة نحن وياكم، جربوا تعرفوا، يا شو هينة. لأنه أكيد لازم تعرفوها. أنا بقول. أنا بقول ألو. انت بتقولي الو؟ ايه؟ لو انا بقول الو. هاي. الو ميا كيفك؟ لحظة. الو ميا. هاي تي سي. هاي. مع مين بتحب؟ انا بحب كون مع سيو. برافو. يلا تي سي ساعدها لسيو، قول لها بهيدي اللعبة مين عم نشوف. ايه. انا بقول هيدي، بما انه عم ساعد سيو، بقول هيدي دونالد داك. والله. تي سي. يلا سيو عرفتي مين؟ طلع. يلا خلينا نرجع نشوفها بعد مره للصوره وبنشوف بطرس مين بده يساعد. هاي بطرس. هاي كيفك؟ منيح. قد ايه عمرك؟ 9 سنين. ومع مين عم تحضرنا؟ مع اختي وماما. شو اسمها اختك؟ جويا. بطرس. بطرس انت رح تربح معنا اذا حضرت مين بيس الشخصيه اللي عم نشوفها بهيدي الصوره. صح. بس قبل نقي مع مين بدك تكون سي او تي سي. تي سي. تي سي.
تسي يبو. يا اليوم تسي يعني كثير تسي ربح قبل وتسي معقول يربح هلا عن جد. بطرس شو بتقول؟ ميني ماوس ميني ماوس يوبي ميرسي بطرس. شفتوا يعني في سي كان عارف بس انا عم بساعدها لسي وقال دونالدك كيف حذرتي. هيدي ميني ماوس يلي كنا عم نشوفها وبطرس حذر كمان. بطرس رح تربح معنا هيدا الدفتر. ميرسي بطرس. بطرس وكل اصدقائنا يلي اتصلوا فينا اليوم بدنا نقول ميرسي ومبروك كمان، وبدنا نقول لكل اصحابنا اذا حابين يجوا لعنا ويحتفلوا معنا بعيد ميلادهم في ثلاث طرق فيكم تعملوها. صح. اول شيء بتفوتوا على cotc@mtv.com.lb تبعتوا لنا رساله بتكتبوا لنا فيها اسمكم وعمركم وشو الهوايات تبعكم وايمتى عيد ميلادكم ورقم التليفون نحن بنتصل فيكم وبتجوا لعنا عند سي او تي سي. وفيكم كمان تكونوا هيك شو بيقولوا تحكوا معنا وتدردشوا معنا وتعملوا كومنت وبوست وتنزلوا البيكتشرز تبعكم. صح. على الفان بيج عنا على سي يو ان تي سي مثل ما كنتوا شايفينا، او كمان فيكم تتصلوا على الزيرو كات 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 كات. نحن اكيد بنكون كثير مبسوطين انه جيتوا لعنا واحتفلتوا معنا بعيد ميلادكم. بتكون خبر قصه هلا؟ كفت انا بدي نكمل قصه بيوتي اند ذا بيست. امبارح وين صرنا؟ امبارح صرنا بالصفحة اوكي ليكو شو؟ ما بعرف مين وقتها خدم لا وقتها انحبست ضيعة وجاستون عرف وعصب وزيد. برافو سيو سيو أكثر شيء عم بتركز أنت تسير أنا ديكونكتي. اوكي لكن هون شفنا انه موريس امبارح رجع على الضيعه وخبرهم كلهم انه بيوتي بقيت عند البيست وهو حبسها بالبريزون عنده. بس اكيد مثل ما عم نشوف كلهم كانوا عم يضحكوا عليه لانه مش معقول انه عن جد يكون في مونستر حدهم بالضيعه، ولانه ولا مره نحن شايفين وحش. هلا هو عن جد ما في مونستر بس هيدي قصه. فهون بتكون بيوتي كثير زعلانه وهيك حاسه حالها انه هي لوحدها، بس بيرجع هيك البيست بيكون شوي منيح معها فبدهرها من البريزون بقول لها انه فيك انت يكون اصحابك هدول مثل ما عم تشوف كل الاشياء اللي موجوده بالبيت مثل الشوكه والملعقه اللي قلنا كل الاشياء بيحكوا بهيدا القصر. بس لما انبسطت كثير بال وهيك كانت عم تبرم على كل الغرف بالقصر فاتت على الاوضه يلي نحن قلنا انه البيست قال لها ممنوع تفوت عليها لانه فيها الورده. فاتت وقربت هيك عم بتقول انه شو هيدي الورده الموجوده، فطلعت هيك لقيت انه اجت بدها تشيلها، سمعت البيست من وراها عم بيعيط عليها عم بيقول لها شو عم تعملي بالاوضه وانا عم بعملي. فاخذ منها الورده وهون هربت بيوتي لانه خفت كثير منه وطلعت على الحصان وجربت انه تهرب بالغابه. هي وهربانه بيسمعوا صوت لو، بيسمعوا اصوات كثير 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 غريبه وبيجوا عليهم. فمثل العاده الحصان بخاف كثير وبيجرب انه يهرب بس اكيد بيوقعها لبيوتي على الارض. ومين بيجي بيخلصها؟ مانستر. مظبوط. خلينا نشوف. صح. هون مثل ما عم نشوف كانوا خايفين كثير بس اكيد بيجي البيست يلي هو بيكون كثير كثير كبير وبيخوفهم بيخوفهم كلهم، وبس بيكون يعني هو عم بيخوفهم بيهجموا عليه شوي فمشان هيك بينجرح المونستر بيصير هيك عنده كم جرح وهيك بتشفق عليه بيوتي وبتقرر انه هي ترجع معه على القصر حتى هيك تساعده للبيست ما يكون لوحده. وهون ببلش البيست شوي شوي يتغير ويبلش يحبها شوي لبيوتي ويكون منيح معها لانه شايف انه اذا هو كان منيح مع العالم وساعدهم هن كمان رح يساعدوه. فشو رح يصير؟ اكيد رح نرجع نكفي القصه. هلا صار وقت نودع كل اصحابنا ونقول لكم بون فيت، بنشوفكم بكره. باي باي باي.